فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الصلاة في المسجد القديم أولى من الصلاة في المسجد الحديث ولو كان أقل جمع؟ أفضل، أفضل. الصلاة في المسجد القديم أفضل لسبق العبادة فيه. نعم، هذا من المسائل التي تفضل فيها المساجد القديمة على الجديدة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.